اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش حاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش جمبري مقلي بالبصل. هنطلع فاصل ونرجع نعمل الساندوتش. مكونات الساندوتش: جمبري مقلي، بصل اخضر متقطع، بودره بصل وبودره ثوم وكزبره ناشفه، وهنستعمل شويه شبت وشويه بقدونس متقطعين، مستردة مايونيز وشويه خل ابيض. نجيب المستردة ومايونيز، شوية خل، شوية شبت، بصل، رشة بودرة ثوم، وبصل بالكزبرة، شوية بقدونس. نضيف الجمبري وبعد كده يبقى جاهز للساندوتش. كده الساندوتش جاهز. نطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل فراوله بالشوكولاته. المكونات: فراوله متقطعه جاهزه، وايس كريم فانيليا، شويه لبن، صوص شوكولاته، وشوكولاته قابله للدهن. نجيب الايس كريم، فراوله، لبن، ملعقة كبيرة من شوكولاتة أو قبل الدهن، وبعد كده نحط صوص شوكولاتة، نتحبى كده في الآخر. نقفل ونخلط. كده الفراوله باللبن جاهزين. فراوله بلبن وشوكولاته، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا.